اهلا بيكم، معاكم مستر وجد نبيل، مدرس لغة انجليزية. فيديو قصير جدا بخصوص الكلمة اللي قدامك دي. طب هي ذا والذي، المشكلة الأزلية اللي هي ذا والذي. بنقول باختصار كده the two ways to pronounce ال THE، هي هل هي ذا or the. خلي بالك انا قلت ذا two ways، ذا two ways. طب ما تيجي نشوف الفيديو الصغير ده. بنقول بتتنطق ذا اور ذي على اساس، او بنحط في اعتبارنا الكلمه اللي جايه وراها، الكلمه اللي جايه وراها اول حرف فيها ايه. لو الحرف اللي فيها vowels، vowel احد الحروف الخمسه a e i o u، بتنطق ذي ذي. يبقى نقول تاني، اذا كان احد الحروف الفاولز الخمسه a E I O U نطق the. عندنا هنا مثلا the apple، the apple تحس ان فيها ذيك، تحس انها كده كانها ذي، the apple the apple. عندنا هنا the elephant the elephant. عندنا هنا the ice cream the ice cream. عندنا هنا the orange the orange. عندنا هنا the umbrella the umbrella. نشوف الكلمات نفس الصور. عندنا هنا الكلمة، بنقول هنا the apple the apple the apple، مش the apple مش the. عندنا the elephant the elephant the elephant. عندنا هنا الكلمة دي the orange the orange. عندي هنا the ice cream the ice cream. عندنا هنا، لاحظ ان هنا اليو، خلي بالك هنا the umbrella the umbrella. لكن في بعض الكلمات هنا هنشوف زي كلمة honest، هنا عندنا حرف ال H هنا silent. إذا كان الحرف ال H silent والحرف الأولاني في الساوند O، هنقول برضو the honest، هنقول the honest. معلش خطي ده، أنا بكتب بالكيبورد يعني the honest، أو the honest man مثلا. تمام، طالما عندنا ال H هنا غير منطوقة. عندنا هنا، هنا اليو تلفظ ساكنة، خلي بالكم هنا كلمة يونيفرسيتي، هنا اليو هنا نطقها زي الواي يونيفرسيتي، زي كلمة يونت مثلا. عندنا زي كلمة يونيفورم، هنا إذا لفظت اليو كساكن واي، لو لفظت كواي يبقى نقول ذا، نقول ذا يونيفرسيتي. كلمة يونت مثلا، كلمة يونت أنا أكتبها لك، كلمة يونت هنا بنقول the unit، هنا إيه the unit. عندي مثلا كلمة uniform برضو هقول نفس الكلام the uniform. يبقى هنا the university، هنا the unit the uniform. تمام كده، على ذلك بتنطق the. عندنا هنا مثلا cat the cat the cat. عندنا هنا هقول the dog the dog the dog. عندنا هنا هقول the train the train the train. تمام كده. طب ما انا عندي تلات جمل، ما تيجي نقراهم مع بعض. فكر كده، بص كده كويس وحاول تقرا. انا شايف انا جايب الكلمه، جايب لك التلات جمل، كل جمله فيها ال THE. طيب هتنطق ذي ولا ذا؟ شوف كده مع بعض. نمبر 1 this is the end of the of the film. This is the end of the film. The end of the film. The end of the film. بص هنا أنا قلت the end of the film. هنا the film. تمام. Number two. You are the only person who knows the truth. You are the only person who knows the truth. خلي بالك أنا قلت هنا the only، تعتبر كده كأنها زي they. هنا the truth. نقرا مع بعض. نمبر 2 you are the only person who knows the truth. ولا انا بقول بسرعه؟ ماشي. عندنا نمبر 3 قريتها ولا لا؟ I don't have the answer to the question. I don't have the answer to the question. I don't have the answer to the question. هنا the answer to the question. اتفقنا كده؟
يعني فيديو بسيط وسهل، ويعني كده حلينا المشكلة الأزلية بتاعت هي ذا ولا ذي والخناقات اللي بتدور حواليها كده كلمتين وبس، احنا قلناهم على رأي فؤاد مهندس الله يرحمه. ما تنسوش تدعمونا في القناة بقى بلايك وشير، وتشترك معانا، اوعى تكون ما اشتركتش لغاية دلوقتي، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. تحياتي مستر وجدي نبيل.